السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهاردة هنعمل شاور جل حلو جدا 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 في البيت. المكونات بتاعته سهلة، كلها موجودة في البيت ما عدا حاجة واحدة بس اللي هتجيبيها من عند بتاع المنظفات. كل اللي انا عايزاه نص كوباية ملح ابيض، ملح ابيض من بتاع الاكل عادي جدا، كوباية مية ورد خلاص، لو عندك مية ورد بيضة عادي مفيش مشكلة خالص، برضو معلقة كبيرة أو معلقتين كبار جليسرين، أي نوع ريحة عندك، ممكن تحطي برفيم كمان لو عايزاها بنفس ريحة البرفيم من عندك حطي مفيش مشاكل خالص. أوكي، أنا هستعمل ريحة التفاح، والمكون الرئيسي هو التكسبون. التكسبون ده أنا وريتهولكم قبل كده أهو، بيتباع عند أي حد من بتاع المنظفات. التكسبون ده ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيدي رغوة وبيدي قوام للشاور جل بتاعنا. الشاور جل بتاعنا المكونات بتاعته الاساسية اللي هي هتفيد الجسم الملح والجليسرين والمية الورد، بس ده كل اللي انا هحتاجه. انا الكمية دي هاخد نصها بس. اوكي، هنعمله ازاي بقى؟ المكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف، وهقول هكتبها لكم على الشاشة برضو، ومعايا لتر مية طبعا. يعني خلاص، ايه اللي هنعمله بقى دلوقتي؟ هقول لكم حالا. طبق، انا هعمل لتر واحد ميه على اساس بس هملى بيه الجركن اللي عندي بتاع الشاور جل. الملح اهو، ده الملح كله، وادي التكسابون هحط نص الكميه، يعني حوالي تمن. هو التكسابون الكيلو عامل 45 جنيه، لو جبتي ربع كيلو هيعمل لك كتير جدا جدا جدا. انا هجيب كمان الفتره اللي جايه دي علشان محتاجه اعمل برسيل جل وهعمله معاكم، لان الكميه اللي عندي خلصت. كل اللي انا هعمله هحط الكمية نص، حوالي يعني حوالي 5 معالق او 6 معالق تكسبون على النص كوباية ملح. هحط التكسبون وارجع له. بصوا، حطيت النص بالظبط، اقل من التمن كمان بكتير، يعني حوالي 5 معالق كبار تكسبون حطيتهم وخلاص على كده. هقلب بقى، ده اهم حاجة التكسبون يدخل جوه الملح. انتوا هتشوفوا شكل التكسبون دلوقتي بقى ابيض خالص، لازم تخلوه يشرب الملح اللي انتوا حاطينه كله. على فكرة الكمية دي مش هتعمل لي 2 لتر، هتعمل لي مش هتعمل لي لتر، هتعمل لي زيادة عن 2 لتر. شايفين الملح بقى لونه عامل ازاي؟ شايفين؟ طيب انا دلوقتي لميت الملح بتاعي كله اهو، خلاص لميته مع التكسابون خلاص، ولونه اتغير زي ما انتوا شايفين. خلاص، مش مشكلة لو لزق معاكي في المضرب، مفيش مشكلة. ثواني اعليلكم الكاميرا عشان تشوفوا. تمام كده. هعمل ايه بقى؟ انا معايا لتر ونص ميه، هحط شويه بشويه، يعني حوالي كوبايه بكوبايه. خلي بالكم لان هو بيزيد وبيتقل، كل ما تحطي كوبايه لازم تدوبي، هتلاقيه ابتدى يفك منك زي ما انتوا شايفين خلاص، وهيبتدي يتقل معاكي. خلاص، شايفين عمل ازاي؟ احط كوباية تانية. انا معايا لتر ونص مية زي ما احنا متفقين، لان الكمية دي هتعمل لي كمية معقولة. هبتدي ادرج المية شوية بشوية لحد ما، بس ما تحاولوا ما تقلبوش بالجامد علشان شايفين الرغوة من غير ما اعمل اي حاجة. هبتدي اضيف المية شوية بشوية لحد ما اخلص اللتر ونص وارجع لكم. قبل ما اكمل، انا حطيت نص المية بالظبط. بصوا شايفين عامل ازاي؟ شايفين بيقطع ازاي؟ شايفين تقيل جدا، كل ما بتزودي بيتقل. خلاص، هحط بقية المية وارجع لكم بعد ما اخلص اللتر ونص كله. بصوا بقى يا بنات، زي ما انتوا شايفين، بس هو المشكلة انه الرغوة مش هتخليه يبان. شايفين شكله عامل ازاي؟ عايزة الكوباية اوريكم بس انه شكله تقيل مش خفيف. بصوا شايفين سمكه تقيل مش خفيف. اوكي، دلوقتي هعمل ايه؟ هحط مية الورد اهي خلاص، وهحط انا معايا معلقتين كبار جليسرين هحطهم. ثانية واحدة اهم، معلقتين كبار جليسرين. الملح حلو جدا جدا للجسم، بيشيل اي بكتيريا في الجسم. الجليسرين بيرطب بطريقة فظيعة. مية الورد بتستعمل كتونر عموما، بيقفل المسام بعد اي شاور. خلاص، ايه اللي انا هضيفه بعد كده؟ لو عندك زيت لوز حلو ضيفي، انا هضيف زيت لوز حلو دلوقتي. ضفت معلقة واحدة من زيت اللوز الحلو علشان تديني ترطيب اعلى ونعومة اعلى لما استعمل الشاور جيل بتاعي.
خلاص هقلب كل ده مع بعضه. شايفين هو لونه بقى عامل ازاي؟ يعني عشان هو لسه لونه بينك، انا عايزه لونه يبقى اعلى من كده شويه. هحط حته دم غزال، سنه دم غزال. بصوا ادي دم الغزال. بصوا انا هحط يعني حاجه بسيطه خالص تديني بس لون، تخافوش مش هيبقى عليكم جسمكم ولا حاجه، انا بس عايزه يديني لون. اقلبه وارجع لكم. لونه مش باين بسبب الفلاش، هو لونه بينك. انا قفلت لكم الفلاش، شايفين لونه حلو جدا. دلوقتي هحط الريحه بتاعتي. انا كنت هعمله بريحه التفاح، بس انا عندي برفيوم بحبه قوي هضيفه فيه. تمام، خلاص كده خلصت يا بنات. المكونات هسيبها لكم. انا كل اللي انا حطيته معلقتين كبار جليسرين، نص كوبايه ملح، 5 معالق كبار تكسبون، كوبايه ميه ورد بس، وحطيت لوز، زيت لوز حلو، واي ريحه انت بتحبيها. عايزه تحطي ريحه تفاح، ريحه مانجا، عندك برفيوم ممكن تحطي منه، مفيش مشاكل خالص. لو عندك جل الصبار ضيفي منه، مش عندك مفيش مشاكل خالص. ده جل صبار بتاع مايوي، هتلاقوه خفيف شويه. خلاص هعبيه بقى وارجع لكم واقول لكم الحبه ال5 معالق تكسبون دول عملوا لي قد ايه. بصوا يا بنات بقى، شوفوا انا اللي كنت حاطه 2 لتر بس ميه. بصوا اقروا كده، 2 لتر. اوكي 2 لتر. خلاص تعرفوا تقروا؟ اقروا كده 1000 ملي، يعني لتر. اوكي طبعا هو يعني دول ممكن يكونوا متر الا ربع عشان شويه دول. خلاص هو لما بيهدى كله ده بيروق. بصوا